سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد على ما هدانا اللهم اجعلنا لك من الشاكرين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد على ما هدانا اللهم اجعلنا لك من الشاكر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد على ما هدانا اللهم اجعلنا لك من الشاكرين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد على ما هدانا اللهم اجعلنا لك من الشاكرين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد على ما هدانا اللهم اجعلنا لك من شاكرين. الله أكبر 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 أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا يخاف عقباها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله
أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. السلام عليكم. سبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر ما أهل هلال العيد يسبح بحمد ربه وهو الحميد المجيد. الله أكبر ما فاز الصائمون برضا الرحمن. الله أكبر ما صفت النفوس بالطاعة في رمضان. الله أكبر ما تلاقى المسلمون بالمسرة والمحبة والمصافحة والسلام. سبحان من خلق الخلق بقدرته، سبحان من دبر شؤونهم بعلمه وحكمته، سبحان من تفضل على المؤمنين برحمته، سبحان من أوجب الفطرة في هذا اليوم وحرم الصيام. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله الذي من علينا بفضله ووفقنا لطاعته، ونسأله تعالى أن يجعل سعينا سعيا مشكورا، وجزاءنا يوم نلقاه جزاء موفورا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، هذا يوم من أيام الله المباركة جمعكم في صباحه المبارك على طهارة وتقوى، بعد أن أديتم فريضة الصيام خلال شهر مضى بحمد الله، وأنتم في هذا الصباح تضعون يدكم في يد الله تتسلمون جائزة التوفيق في صوم رمضان، وتمارسون فرحتكم الخالدة التي أنعم الله بها عليكم عن جدارة واستحقاق. فهنيئا لكم ما صمتم وما أفطرتم وما فرحتم اليوم بصومكم وفطركم، وهنيئا لكم في إقبالكم في هذا الصباح على ذكر الله وشكره. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. أيها الإخوة المؤمنون، هذا اليوم المبارك يوم بر ونعمة ويوم سلامة ورحمة، فيه يحمد المسلمون ربهم الذي هداهم للإسلام، ويشكرونه تعالى على توفيقهم لإتمام فريضة الصيام، وينفقون فيه مما أنعم الله عليهم على أنفسهم وأهليهم والمحتاجين، ويسعون إلى نشر السرور بينهم، ويغدون ويروحون في مظاهر النعيم. فإن الله تعالى
يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. كبيرا والحمد لله كثيرا والله أصيلا. أيها الإخوة المؤمنون، إن هذا اليوم هو يوم عيد نظهر فيه الفرح والسرور شكرا لله العزيز الغفور، راجينا أن نكون ممن اعتقهم الله تعالى من النار وقبل أعمالهم بمنه وكرمه. وفي هذا اليوم تظهر فينا المعاني الفاضلة والأخلاق السامية التي غرسها الصيام والقيام، فعلمنا تقوى الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالتقوى تجعلنا حريصين على امتثال أوامر الله تعالى واجتناب نواهيه في كل شؤون حياتنا، ومراقبة الله عز وجل في سرنا وعلننا، لنرقى إلى مقام الإحسان الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بقوله: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. أيها الإخوة المؤمنون، في مثل هذا اليوم الأغر كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقى أحدهم أخاه فيقول له: تقبل الله منا ومنك. وهذا مثال للتهنئة التي تدل على المحبة، وتكون التهنئة بها أو بما يماثلها من عبارات التهنئة التي تظهر المودة، فتتسع دائرة المحبة والإخاء وتتجلى في أبهى صورها حين يصل الإنسان الوالدين والأهل والجيران والقرابة والأرحام. فعلى المسلم في هذا اليوم أن يسعى إلى مزيد بر والديه وصلة أرحامه وزيارة جيرانه والتواصل مع أحبابه والتوسعة على الأهل والعيال والأولاد بما يدخل البهجة والسرور على القلوب، وعليه أن يتناسى خلافه مع الآخرين. ومن الأعمال المستحبة في هذا اليوم إصلاح ذات البين، يقول تعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم حتى تدوم الألفة وتتحقق المحبة بين الناس. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. أيها الإخوة المؤمنون، هذا رمضان قد مضى وانقضى، ولكنه سيبقى في قلوبنا بآثاره المحببة الرائعة. فما زرعه رمضان فينا من كريم الصفات وخالص العبادات وصادق الطاعات تجعلنا على تواصل دائم مع كتاب الله تعالى فلا نهجره، ومع الإحسان وفعل الخير فلا نقطعه، ومع حسن الخلق فلا نسيئه، ومع العمل الصالح فلا نوقفه. إن ديننا يدعو إلى التعاون ويحث على التآخي والتكافل، ويرغب في بناء الوطن ومحبته والمحافظة على أمنه وحضارته وتقدمه وازدهاره. فلنشكر الله على ما أولانا به من نعمه
وزادنا من فضله وأنعم علينا بنعمة الأمن والأمان والاستقرار، فالشكر موجب للمزيد. قال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. عن سعد بن أوس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم عيد الفطر وقفت الملائكة على أبواب الطرق فنادوا: اغدوا يا معشر المسلمين إلى رب كريم يمن بالخير ثم يتيب عليه الجزيل، فقد أمرتم بقيام الليل فقمتم، وأمرتم بصيام النهار فصمتم، وأطعتم ربكم فاقبضوا جوائزكم. فإذا صلوا نادى مناد: ألا إن ربكم قد غفر لكم. فهو يوم الجائزة، ويسمى هذا اليوم في السماء بيوم الجائزة. فاللهم اجعلنا من الذين ينالون جوائزهم في هذا اليوم كاملة غير ناقصة بمنه وكرمه. فها نحن أيها الإخوة في هذا الجمع السعيد قد أدينا سنة هذا العيد، وقريب أن نرجع راشدين إلى ديارنا. فليصافح بعضنا البعض طلبا للمغفرة التي افتقر كل منا إليها. وقد قال عليه السلام: أيما مسلمين التقيا فأخذ أحدهما بيد صاحبه فتصافحا وحمد الله جميعا تفرقا وليس بينهما خطيئة. فما أعظم رحمة الله وفضله على عباده في هذا اليوم. فطوبى لمن وفق للخير والبر في هذا اليوم، ووطد عزمه على توبة النصوح، وعلى أن يداوم على طاعة الله مستقبلا ما بقي من عمره، راجيا عفوه ومغفرته، خائفا من غضبه وانتقامه، ممتثلا أوامره، مجتنبا نواهيه، شاكرا لأنعمه. فاتقوا الله جميعا أيها الإخوة المؤمنون، واعلموا أنكم ملاقوه. وقولوا جميعا: اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا همّا إلا فرجته، ولا حاجة لك بها رضا إلا قضيتها بفضلك وكرمك يا رب العالمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر ما كبر المكبرون، وسبحان الله ما سبح المسبحون، والحمد لله ما حمد الحامدون، والحمد لله الذي جعل الأعياد زينة الأيام. نحمده تعالى ونشكره، ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن كان على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، هذا يوم من أيام الله تعالى بين عباده، يتجلى عليهم فيه بالرحمة والنعمة، فيفيض عليهم من آلائه ونعمائه بقدر ما يكونون عليه من إيمان وإخلاص. وحينما يحل بنا العيد يحسن بنا أن نلقاه ونفرح به وندرك مذاقه، ونهيئ لغيرنا أن يشاركنا فرحته، ولكننا
بعد هذا يجب أن نعود إلى حسن المحاولة مع عمق الرجاء وقوة الأمل، وحينئذ يعود علينا العيد بمشيئة الله القوي القادر ليرى أمة مسلمة عاملة تتعاون على البر والتقوى ولا تتعاون على الإثم والعدوان، لأن الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. أيها الإخوة المؤمنون، إن الله تبارك وتعالى يعود علينا بالآلاء والخيرات، فيجب أن نعود إليه بالصالحات والقربات، وإن الزمان يعود علينا بالربيع الناضر، فيجب أن نعود إلى الحياة بالأمل الباسل، وإن الأرض تعود علينا بالثمار والحصاد، فيجب أن نعود إليها بالعناية والرعاية، وإن الحياة تعطينا فيجب أن نعطيها، وما استحق الحياة من عاش لنفسه فقط، وسبحان من لو شاء لهدى الناس جميعا إلى سواء السبيل. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. أيها الإخوة المؤمنون، يجب أن نتمسك بكتاب ربنا وسنة نبينا، لأنهما المصدران الأساسيان لهذا الدين الإسلامي الحنيف ولهذه الشريعة الغراء. وقد قال عليه السلام: تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدي ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. فاللهم إنا نسألك أن تجعلنا متمسكين بكتابك وبسنة نبيك، وأن نهتدي بهديهما في جميع أطوار حياتنا، ولنجعل مسك الختام صلاة وسلاما دائمين متلازمين على نبي الرحمة وكاشف الغمة وشفيع الأمة سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة ننال بها أعلى الدرجات، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين والأئمة المهتدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحابه أجمعين، خصوصا الأنصار منهم المهاجرين، وعن أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين. اللهم انفعنا بمحبتهم ولا تحرمنا فضل شفاعتهم يا أكرم مسؤول ويا خير مامول. اللهم إنا نسألك أن تعز الإسلام وتنصر المسلمين، وأن تعلي بفضلك كلمتي الحق والدين، وأن تشمل برعايتك وعنايتك عبدك المخلص في طاعتك أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس نصره الله. اللهم احفظه وانصره نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم أيده بقوتك وعونك، وانصره نصرا عزيزا تعز به الدين وتعلي به راية الإسلام والمسلمين. اللهم زد به بلادنا هناء وصيانة وأمنا واستقرارا يا رب العالمين. اللهم احفظه في ولي عهده المحبوب الأمير الجليل مولاي الحسن، وشد أزره بسنوه السعيد مولاي رشيد، واحفظه في سائر أفراد أسرته وفي بلاده وشعبه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا من عمت نعمته الوجود، ويا من من فيض جوده كل جود، إنا قد برزنا إليك وآمالنا محققة فيما لديك، وكلنا مدنس بالعيوب وحامل أحمال الخطايا والذنوب، ومقصر في حقوقك الواجبة ومستغرق في أمنيته الكاذبة، وأنت الموصوف بالكرم والجود، ولو شئت إذا عصينا أهلكتنا، ولكن بفضلك الكامل عاملتنا فسترتنا، فبفضلك الذي لا يحصى
وجودك الذي لا يحد ولا يستقصى إلا ما منحت رضاك جميعنا. اللهم ارحم ضراعتنا واعف عنا، فإن تعف عنا تعف عن عبيدك الظالمين. اللهم إنك أمرتنا أن نعفو عمن ظلمنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم لا تؤاخذنا بسيئات أعمالنا، اللهم اعف عن ظاهرنا وباطننا، اللهم اشفعك ورحمتك يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا منه تفرقا سالما معصوما. اللهم اختم لنا بالخاتمة الحسنى، واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن له الحق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.